يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تكلمتم حفظكم الله بالأمس في خطبة الجمعة عن حرمة الصور، ويستثنى من ذلك الصور الممتهنة، فما هو ضابطها؟ وهل الصور على الملابس ونحوها تعد من الصور الممتهنة؟ الصور الممتهنة التي تداس، أنا ذكرتها، التي تداس وتلقى في الأرض، أما اللي تلبس ما تجوز، ما يجوز لبس الصور والصلبان، هذه ملابس النصارى هم اللي يلبسون الصور والصلبان. نعم.